المورد الخامس، الصلاة على شهداء أحد. قلنا روايتان، عندنا روايتان لمسلم والبخاري بنفس المعنى وباختلاف بسيط في اللفظ، تتحدثان عن شهداء أحد وصلاة الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عليهم بعد 8 سنين وتوديعه لهم كتوديعه للأحياء. باء، وقال البخاري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى أحد، على قتلى أحد بعد 8 سنين. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. ثم طلع المنبر، التفت جيدا، ثم طلع المنبر فقال، التفت، هذه هنا نحتاج إلى إشارة ونكتة مهمة جدا. كيف مرت هذه على البخاري؟ هل لأن البخاري ليس على مبنى التكفيرين الدواعش منتهكي حرمات قبور الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين وسافكي الدماء؟ ليس على خطهم؟ نعم ليس على خطهم. التفت جيدا ماذا قال البخاري؟ التفت، البخاري قال: صلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات، تعامل مع شهداء أحد كالأحياء. التفت جيدا. مسلم ماذا قال؟ مسلم نقل بأنه صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال، التفت، صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. بينما البخاري وهو أنسب في السياق ماذا قال؟ قال: صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر. التفت كيف تعامل مع شهداء أحد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا فعل النبي بأمر الله سبحانه وتعالى. أتى إلى شهداء أحد، تعامل مع شهداء أحد بعد 8 سنين، صلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات. هنيئا لزوار الحسين، هنيئا لزوار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنيئا لزوار قبور الأولياء الصالحين، هنيئا لكم عندما تتعاملون معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شهداء أحد بعد 8 سنين، بعد 80 عاما، بعد 8000 عام. لا فرق في الأمر، لا فرق، قضية مشرعة، قضية ممضاة شرعا فعلها النبي وبأمر الله سبحانه وتعالى، تعامل مع شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات.